وانا كنت ببص كده ومستغربة ليه بابا وماما هيسيبوني هنا. المكان كان جديد عليا وانا مش عارفاه، وانا كنت عايزة ماما. قصة حياة القديسة والدة الإله العذراء أم النور مريم. أنا اسمي مريم، اتولدت في مدينة الناصرة، وماما كان اسمها حنة، وبابا اسمه يواقيم، وكان من سبط يهوذا، وكانوا طيبين خالص وبيحبوا ربنا قوي قوي، لكن ما كانش عندهم أولاد، فكانوا دايما بيصلوا ويطلبوا من ربنا إنه يديهم نسل. وفي يوم بابا يواقيم قال لماما حنة، أنا رايح أقدم قرابين في الهيكل عني وعنك علشان ربنا يدينا نسل. وهي كانت فرحانة قوي إنه هيعمل كده، لكن بابا لما راح الهيكل وطلب من الكاهن اللي كان ساعتها زكريا الكاهن، وقال له أنا عايز أقدم قرابين عني وعن زوجتي علشان ربنا يدينا نسل، راح هو قال له لا ما ينفعش، لأن أنت عارف إن مفيش أي قرابين ممكن تتقدم عن امرأة عاقر. بابا زعل جدا وروح وهو زعلان، وماما لما عرفت زعلت هي كمان، لكن بابا قال لها ما تزعليش يا حنة، ما تزعليش، احنا نكمل صلاة وصوم، وانا عارف ومتأكد ان ربنا هيدينا نسل صالح. وبعد كام يوم بابا قال لماما انا رايح على البرية، يعني رايح الصحراء، وهقعد في خلوة واصلي واصوم 40 يوم، واطلب من ربنا علشان يتحنن علينا ويدينا نسل. وفعلا بابا راح الصحراء، وماما هي كمان كانت قاعدة في البيت بتصلي وبتصوم وبتسجد 40 يوم دول علشان ربنا يتحنن عليهم ويديهم نسل. وفجأة وماما بتصلي لقت نور قوي جدا ظهر لها، وملاك الرب جبرائيل واقف قدامها وقال لها ربنا هيديكي طفلة مباركة، وهتكون ليها الطوبة في جميع الأجيال، ومنها هيكون الخلاص لكل العالم. وأول ما ماما سمعت البشارة الحلوة ديت من الملاك فرحت جدا جدا، وقالت يا رب أنا كمان هقدمها لك، أنا يا رب هقدمها لك قربان مقدس في هيكلك، وتكون خادمة لي كل أيام حياتها. وزي ما ظهر الملاك جبرائيل لأم ظهر برضو لوالدي، وهو كان في الخلوة في الصحراء وبشره بنفس البشارة. وفعلا أمي حنة حبلت بيا، وكانت فرحانة جدا جدا إن ربنا نزع عارها من بين الناس، وكانت دايما بتصلي هي وبابا يواقيم، وبيشكروا ربنا إن ربنا بعت لهم البركة الكبيرة دي. ومرت الأيام وجه ميعاد الولادة، وأنا اتولدت في يوم 1 بشنس وسموني مريم، ومعنى اسمي المحبوبة لدى الله. وعشت مع بابا وماما حوالي 3 سنين، وجه الوقت اللي لازم أروح فيه للهيكل. وفي يوم 3 كيه، يعني كان عندي 3 سنين و18 يوم، أخدوني بابا وماما، وكمان أخدوا ذبايح كتير وقرابين، ورحنا كلنا للهيكل في أورشليم، واستقبلنا زكريا الكاهن، وهو كان قريبنا وأخد من بابا وماما التقدمات. وبعد كده أخدني أنا كمان وشلني، وأنا كنت ببص كده ومستغربة ليه بابا وماما هيسيبوني هنا، المكان كان جديد عليا وأنا مش عارفاه،
وأنا كنت عايزة ماما، وده كان أول ألم في حياتي. لكن بعد شوية حبيت هيكل الرب المقدس، وكان في بنات صغيرين تاني معايا في الهيكل، هما كمان كانوا نذر للرب، وإحنا كنا موجودين في مكان اسمه الدار الخارجية، وده كان خارج القدس وقدس الأقداس. وكبرت شوية شوية في هيكل الرب، وكنا بنحفظ الألحان والمزامير ونخدم في الهيكل، وبابا وماما كانوا بييجوا ويزوروني ويطمنوا عليا ويجيبوا معاهم أكل كتير علشاني، وأنا كنت باخد منهم الأكل، لكن بعد ما يمشوا كنت بوزعوا على الفقراء اللي موجودين في الهيكل اللي كانوا بييجوا عشان يطلبوا صدقة. وكنت ببقى فرحانة جدا لما بفرح الناس الغلابة دول. بابا وماما ربنا اداهم طفلة تاني أخت ليا، وبرضو سموها مريم، لأنهم قالوا مريم الأولانية دي بتاعت ربنا نادر للهيكل، لكن مريم التانية دي تبقى بنتنا إحنا. ومرت الأيام، ولما بقى عندي 6 سنين لقيت ماما جاية لوحدها تزورني، وقالت لي إن بابا يواقيم راح السما. فأنا زعلت جدا وبكيت، لأني كنت بحب بابا قوي، لكن كنت دايما أصلي وأتعزى لأني كنت متأكدة إن ربنا بيحب بابا وإنه هيبقى معاه في السما. ولما كان عندي 8 سنين ماما كمان راحت السما، وبقى الهيكل هو بيتي وأهلي، والصلاة هي اللي كانت دايما بتخفف عني كل ألامي، وخدمتي للفقراء كانت بتعزيني وبتفرحني. مرت الأيام وبقى عندي 12 سنة، وقالوا لي خلاص أنا كده كبرت ولازم أخرج من الهيكل. وأنا في كل الأمور دي كنت دايما أصلي وأتكلم مع ربنا وأقول له أنت يا رب اللي بتعزيني، أنا عبدتك، اللي أنت عايزه يا رب أعمله، أنا متأكدة من محبتك ليا يا رب. وزكريا الكاهن وهو كان قريبي كان دايما بيصلي علشاني، علشان ربنا يعرفه ايه اللي يعمله، علشان انا يتيمة وملياش حد، وكمان لازم اخرج من الهيكل. وفي ليلة شاف رؤية، شاف ملاك بيقوله استار 12 شيخ من سبط يهوذا، ويكون مشهود لهم بالأمانة والأخلاق الطيبة، وكل واحد يديلك عصايته واكتب اسمه عليه، وحطهم كلهم في هيكل الرب وصلي، وربنا هيظهر هو عايز يختار مين لمريم تروح لبيته وتبقى خطيبته. وفعلا جه اليوم واجتمعوا كلهم وصلوا، وعصى يوسف النجار وقفت عليها حمامة بيضة جميلة، فعرف على طول زكريا الكاهن ان ربنا مختار يوسف النجار. ويوسف النجار كان راجل طيب جدا، وكان عمره حوالي 90 سنة، وكان عليا انا اني لازم اسيب الهيكل واسيب بيتي اللي انا تربيت فيه وحبيته، وكان لازم أسيب كمان إخواتي اللي أنا كنت بحبهم جدا وعشت معاهم طول عمري. وانتقلت ورحت لبيت يوسف النجار، وبقى كده هو خطيبي. والحقيقة عم يوسف النجار كان راجل طيب جدا، وكان بيعاملني بكل رحمة لأني كنت زي بنته أو حفيدته، وعشت في بيته أخدم وأنظف البيت وأعمل الأكل، لكن كان دايما قلبي مرفوع بالصلاة لربنا، ودايما أقول المزامير زي ما تعلمت طول عمري. وده كان الجزء الأول من حياة
سيدتنا العذراء مريم والدة الإله، بركتها وشفاعتها تكون معانا، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.